الصعوبات اول حاجه واحد الدفاع ديال البلوك كان ان بلوك ميديوم وبعض المرات كان واحد الضغط على اللاعبين لكن بالمقابل حنا خطانا اول حاجه في التمريرات ضيعنا واحد المجموعه ديال التمريرات لم نكن موفقين في المحاولات اللي خلقنا خمسه ديال المحاولات كان الحارس ديالنا دزبر كان موفق وسط تقريبا بعض المحاولات او لا نقولوا على الاقل جوج ديال المحاولات اللي ممكن صعبه انه يعني يحصرها الاهداف اللي سجلت علينا اهداف اللي هي اخطاء اللي هي فرديه مع الاسف انا سبقت وقلت على انه الفريق ما جاهش على الاقل بدنيا 100% وبالاحرى تكتيكيا باش نطبقوا يعني الاشياء ولا الامور لا دفاعيا ولا هجوميا اللي تخلينا اننا نكونوا اقرب للنتيجه لان تكرنا مجموعه ديال الاخطاء مع الاسف خلتنا اننا يعني نهزم في المقابله نحتاج فقط يعني جوج ثلاث اسابيع باش الفريق ياخذ العافيه ديالته ولما تكون المجموعه كلها جاهزه لا من المدافعين ولا اللاعبين الوسط ولا المهاجمين تظن ان الفريق سياخذ العافيه ديالته غادي يصبح اكثر فعاليه واكثر يعني قوه ان شاء الله. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.